السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع الإخوان. اليوم بإذن الله زلنا الشنيبير، هذا الطائر يعني ولد هذا العام، ولد السنة يعني في البداية ديال التغريد ديالو. من بين الطويرات اللي كنت عزلت يعني سمعناهم مجموعين، ما تبين الصوت. غادي نحاولوا ان شاء الله نعزلوه راسو، لعل وعسى يبغي يتكلم، ونسمعوا ان شاء الله الصوت ديالو، نسمعوا التغاريد ديالو. نتمنى في هذه الاثناء يتكلم، لانهم باقيين ما دريساوش مزيان، ولكن غنمشيو معاهم شويه بشويه ان شاء الله.
كيف ما شفتو يعني راه تكلم قليل ولكن صافا بعدا راه يعني التغاريد راه بداو كيبانو. كنتمنى يعني ولو انه راه كان سمعت انا بعد لي روضات فيها الطير، يعني هذا احسن طريقه دابا غادي ندير ليه من الاحسن يهبط عند العدوين، ما غاديش نخليه مع الفراخ الصغار لانني شكيت في واحد الروضات شويه باينه، فلهذا غادي يتعزل مع الوليدات الصغار مع الوالدين، يبقى يهز الكلام من عند الوالدين ونخلي الوليدات الصغار يجيبوا كلامهم ان شاء الله. يلا اخواني ساعة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله.